حبايبي طلبه ميدل 2 ده حل الامتحان الاول ليا في منهج الالجبرا. كنا عاملين ثلاث نماذج، انا دلوقتي هشرح منهم النماذج الاصعب من وجهه نظري اللي هو النموذج سي الامتحان الاول للالجبرا. نموذج سي السؤال الاولاني كان بيقول لي روت 81، روت 81 بالاله بيطلع اجابه سؤال مباشر هيطلع 9. السؤال الثاني سؤال مباشر بقول لك كيوبيك روت نيجاتيف 125 هتعمل شيفت روت بالاله هيطلع نيجاتيف 5. السؤال الثالث كان اكس باور 3 بلس 5 بيساوي نيجاتيف 120 بسالك اكس بكام؟ الولد الشاطر عارف نيجاتيف 120 قاعده في بيتها، البلس 5 هيبقى ماينس 5 ده هيطلع نيجاتيف 125. ايه اللي ما جتش ناحيته اكس باور 3؟ عشان امشي الباور 3 هنعمل كيوبيك روت للناحيتين هيطلع الاكس بنيجاتيف 5، هيطلع الاكس بنيجاتيف ايه؟ السؤال الرابع ده اكتر سؤال الولاد خسروا فيه، مع اني قلت لك جه في امتحان شهر شرق ووسط، يعني جه في امتحانين ادارتين مختلفتين وبرده نفس الغباء، وانا متاكد ان نص القاعه غلط فيه. السؤال كان بيقول اكس ماينس 1 باور 2 بيساوي 36. انا عشان امشي الباور 2 بعمل ايه؟ سكوير روت سكوير روت، ده اجابته 6. انا اللي رسمت الروت يا بني ادم، يبقى هحط بوست فور ايه؟ والباور 2 بيروح مع الروت هيتفضل اكس ماينس 1. المساله دلوقتي هتتقسم كام مساله؟ مره هتتساوي ب 6 ومره هتتساوي بنيجاتيف ايه؟ يبقى انا هحلها كانها مساله واحده ولا مسالتين؟ يبقى مره اكس ماينس 1 هتساوي 6 و x ماينس 1 هتساوي نيجاتيف 6. الشاطر مين قاعد في بيته؟ الماينس 1 هيطلع 7، كده انا جبت اول اجابه الاكس. هنا مين قاعد في بيته؟ نيجاتيف 6. الماينس 1 هيبقى بلس 1 هيطلع نيجاتيف 5. السوليوشن سيت بيبقى الحلين مع بعض هيبقى 7 ونيجاتيف 5، 7 ونيجاتيف ايه؟ وده الحل بتاعي. طبعا طبعا هنا انا متاكد هنا الغلطه اللي موجوده في القاعه كلها، السؤال ده تحديدا، مع ان بقول لحضرتك ده امتحان اداره شرق ووسط السنه اللي فاتت، يعني حضرتك حاطط نفسك في ريسك ان انت تغلط. انا لو انا المستر بتاعي شرح لي سؤال مش هغلط فيه، انتهى، مش هغلط، اغلط في سؤال ما شرحوش، لكن السؤال اللي هو بيشرحه مستحيل اغلط فيه. السؤال اللي وراه نمبر 5، كويستشن نمبر 5 بيقول لحضرتك روت الاكس باور 4. طبعا هنزل اكس وانا عارف ان هنا في 2 مخفيه، هعمل 4 ديفايدد 2 هيطلع 2. السؤال السادس سؤال كان سهل، كيوبيك روت 1 على 27 دي اجابها سيرد طبعا بالاله. السؤال اللي وراه 7 من ضمن الاسئله اللي كانت تكات، يعني من كل امتحان كده بحط ان انت تجيب 6 على الاقل عشان بس نبقى واضحين، يعني ما بقاش عايز الواد تقل عن 6، فهتلاقي فيها اسئله سهله واسئله صعبه. السؤال 7 كان من الاسئله العاليه، روت اكس بار 16 بيساوي كيوبيك روت نقط، ده اكس بتنزل، هعمل 16 ديفايدد 2، 16 ديفايدد 2 كام؟ الاكس بار 8 دي اكررها كام مره؟ هكررها ثلاث مرات. اكرر اكس بار 3 كام مره؟ ثلاث مرات، يعني هتبقى اكس 3 اكس 3 اكس 3 سوري اكس 8، هي كانت اكس 8 اكس 8 اكس 8، هكرر الاكس باور 8 ثلاث مرات وهعمل بلس للباورز وهعمل بلس للايه؟ هتبقى اكس باور 24. يبقى جبت اجابتها وكررتها ثلاث مرات. السؤال اللي وراه بيقول لي في كويستشن 8 عايز الحل بتاع اكس باور 2 بلس 2 بيساوي 18، ال 18 قاعده في بيتها، بلس 2 هيبقى ماينس 2 هيطلع 16 اللي ما جتش ناحيته اكس باور 2. عشان امشي الباور 2 بنعمل روت للناحيتين هيطلع الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف 4، والحل بتاعي في كيو اللي هي الست القديمه 4 ونيجاتيف 4، وما تنساش البوزيتيف ونيجاتيف لان لو نسيت البوزيتيف ونيجاتيف بيتقال لك نص درجه. السؤال اللي وراه كان سؤال قوي، كان السؤال كان بيقول بصراحه الامتحان قوي جدا، يعني السؤال كان بيقول كده وعايز الحل في كيو، وكان في سؤال كده وعايز اكس بكام،
بص الواد الشاطر، الولد الشاطر هيمشي بلس 1 هيبقى ماينس ايه، ده هيطلع نيجاتيف 125. ايه بقى اللي ما جتش ناحيته؟ الكوس الباور 3. عشان امشي الباور 3 بنعمل ايه؟ كيوب روت، وهنا ايه؟ كيوب روت. ده يروح مع ده هيتفضل اكس ماينس 7، وده اجابته بنيجاتيف 5 وده اجابته بنيجاتيف ايه؟ مين قاعد في بيته؟ الماينس 7 لما تروح هيطلع 2، يبقى الحل بتاعي 2 في كيو، يبقى البلس 1 بقت ماينس 1. جبت ده، مشيت الباور 3 بالكيوب كروت للناحيتين، الماينس 7 بقت بلس 7. هنا كروس مالتيبليكيشن، هنا كروس ايه؟ يعني هعمل اكس باور 2 تايمز اكس باور 1 هيبقى اكس باور 3، و5 تايمز 25 125. اعمل كيوبيك روت للناحيتين عشان حمار، هيطلع الاكس ب 5 هيطلع الاكس بايه؟ الحل بتاعي هيبقى 5. السؤال الاخير في الامتحان كان بيقول لي كاباستي 8 لتر، اعطيني الكاباستي 8 لترز وعايز السايد وعايز الايه؟ عشان احول من كاباستي لفوليوم بتايمز 1000، بتايمز في ايه؟ يعني الفوليوم بتاعي هيبقى 8 تايمز 1000 هيطلع 8000. عايز سايد من فوليوم، عايز سايد من ايه؟ هنعمل كيوبيك روت للفوليوم، يعني هنعمل كيوبيك روت لل 8000 هيطلع اجابتي بالاله 20. ده كان الامتحان سي، ده كان الامتحان سي، حولنا من لتر لكيوبيك سنتيمتر تايمز 1000، وعشان اجيب سايد من فوليوم كيوبيك روت للفوليوم. اكيد في تكات انت ما كنتش مركز فيها، المفروض تكون ركزت. اما الامتحان بي كان امتحان اسهل. امتحان بي كان بيقول لك في السؤال الاول بوزيتيف اور نيجاتيف روت 16، والسؤال الثاني كيوبيك روت نيجاتيف 64، والسؤال الثالث اكس باور 3 ب 125، والسؤال الرابع اكس باور 2 ب 25، والسؤال الخامس روت الاكس باور 2. بص بقى اول خمس اسئله بوزيتيف والنيجاتيف ينزل روت ال 16 4، دبل اله شيفت روت لنيجاتيف 64 هيبقى نيجاتيف 4. هنا كان عايز اكس، هنعمل كيوبيك روت للناحيتين هيطلع 5. هنا كان عايز اكس، هتعمل روت للناحيتين عشان انت اللي رسمت الروت هتحط ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 5، بوزيتيف اور نيجاتيف ايه؟ السؤال ده برضو وقع ناس كتير، 5 ده روت الاكس باور 2 هننزل اكس ونعمل 2 ديفايدد 2 هيبقى 1. قلت لك ينفع اسيبها اكس بس ولا لازم احط لها ابسوليت فاليو؟ ابسوليت فاليو، ده في امتحان شرق ووسط برضو السؤال اللي هو 5 ده لازم احط العصايتين اللي هم بتوع الابسوليت فاليو. عندك السؤال نمبر 6 كان كيوبيك روت ل 1 على 27، ده سؤال سهل 1 على 3. السؤال 7 حلو، كنت بقول له كيوبيك روت اكس باور 9 بيساوي روت نقط. طبعا هنا هنزل اكس واعمل 9 ديفايدد 3، 9 ديفايدد 3 كام؟ الشاطرين هكرر اكس باور 3 كام مره؟ هكرر اكس باور 3 مرتين، اجمع بواراتهم هتبقى اكس باور كام؟ 6. السؤال اللي وراه كان عايز سوليوشن سيت. السؤال نمبر 8 كان عاطيني سؤال اكس باور 2 بلس 5 بيساوي 9. طبعا البلس 5 هتبقى ماينس 5 هيطلع 4، اللي ما جتش ناحيته اكس باور 2 اعمل روت للناحيتين هيبقى الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف 2، يبقى الحل بوزيتيف 2 نيجاتيف 2. ايه يا حبيبي؟ بوزيتيف ونيجاتيف؟ صح. السؤال نمبر 8 حليناه طلع 2 ونيجاتيف 2. السؤال 8 بارت 2 كان جايب لك كده اكس ماينس 7 بار 3 بيساوي ده، وكان فيه الفوليوم بتاع كيو 1000
عايز السايد او الايدج. طبعا هنا هنعمل كيوبيك روت للناحيتين، هيطلع ده نيجاتيف 6 وده يروح مع ده، هيتفضل اكس ماينس 7. النيجاتيف 6 قاعده في بيتها، الماينس 7 هيبقى بلس 7، هيطلع بالاله 1. الحل بتاعي هيبقى كام؟ 1. معايا؟ دي لما يديني فوليوم وعايز سايد، بعمل ايه عشان اجيب سايد من فوليوم؟ كيوبيك روت للفوليوم، كيوبيك روت للايه؟ يعني هنعمل كيوبيك روت لل 1000، هيطلع اجابه تاني، هيطلع اجابه ايه؟ قلنا الهوم ورك بتاعنا ايه؟